السلام عليكم ورحمة الله، معكم دكتور محمد مانجر البرايمري كور، ومعانا هنا باسل لونج ريفيجن بنكمله في ديفايدد باي تو ديجيت نمبر. هنا ديفايدد باي تو ديجيت نمبر، بس احنا هنعمل ديفايدد باي تو ديجيت نمبر، وعايز الناس تسترجع معايا الليسون التاني والستبس اللي احنا كنا بناخدها. هنرجع شويه ان احنا هنعمل باي تو ديجيت مش باي وان ديجيت اثناء الايه الحل. فحضرتك مركز معايا عشان نقدر ان احنا نوصل لايه؟ لنتيجه كويسه ان شاء الله. طيب لو احنا بدانا في الكويستشن بتاعي، اول حاجه نكتب الستبس بتاعت الويب فيجن اللي هي ديفايدد تايم ماينس داون. طب ديفايدد تايم ماينس داون نبدا بايه؟ اللونج فيجن بتاعي بيقول لي فايند ذا كويشنز 390915 ديفايدد باي 15. هنبدأ نكتب الـ determinant inside 3915 وده outside اللي هو 15. وابدأ معايا هنقول start by one digit. لو أنا قلت هنا 3 divided by 15، طب 3 divided by 15 ازاي؟ أنا 3 صغيرة جدا من 15 كبيرة، يبقى 3 divided by 15 أصلا لازم تكون ايه؟ 0. طب ماشي، يلا بقى حط الديجيت مع بعض، هتاخد 39. طب 38 ماي، لو انا قلت 39 15 دي، طيب كام يديني 38 ماي؟ لو انا قلت 15 تايم 1 يبقى 15، لو قلت 15 تايم 2 هيبقى 30، طب لو قلت 15 تايم 3، طبعا انت لو انت مش قادر تعمل الملتبلاي هتيجي في الدرافت بتاعك وتروح عند 15 تايم 1 يبقى 15. طب 15 تايم 2 اللي ايكوال كام؟ 30. تايم 5 10 0 تاني 1 تايم 1 2 بلس 1 3. لو قلت 15 تايم 3 15 تايم 3 ايكوال كام؟ 3 تايم 5 15 5 تايم 3 اب 1 3 تايم 1 ايكوال 3 3 بلس 1 يبقى ايكوال 4 45. خلاص كفايه كده، انا مش محتاج اكتر من كده لان انا عندي هنا 39. الانسر اللي طلعت معايا كام؟ 45. اخر انسر دي ميتر زاد 39، خلاص انا مش محتاج اترمي، ارجع لل 2 تايم 15 ايكوال 30. الانسر لو قلت 39 هفضل انزل بيها لغايه 30، يبقى برضه 30 ديفايدد باي 2 ايكوال 15، يبقى 30 ديفايدد باي 15 ايكوال 2، و 39 ديفايدد باي 15 برضه الانسر تبقى ايكوال 2. طب انا عملت ديفايدد وكتبت الانسر، بعد الديفايدد بعمل ايه؟ بعمل تايم. يلا 2 multiply 15، 2 multiply 15 equal 1، هتبقى ايه؟ equal 30، ونعمل بعد الديفايد بعد المالتيبلاي بنعمل ماينس. يلا نعمل الماينس بتاعنا، ماي ماينس 0، ماي ماينس 0 equal ايه؟ ماي، و 3 ماينس 3 equal 0. بعد الماينس بنعمل ايه؟ بعد الماينس بنعمل دبل، يلا نعمل الدبل بتاعنا، اهو هنا بقى الانسر كام؟ 91. هبدأ أفكر 91 ديفايد 15 بيكوال كام؟ 91 ديفايد 15 رقم كبير. طب تعال نجرب كده 5 نقول 15 تايم 5 ونشوف. طيب أنا عايز أجربها كده ومش حاسس إن ده رقم كبير مش هوصله. طب لو أنا قلت 91 ديفايد 15 أبروكسيمتلي 5، ممكن واحد يقول لي 8، يعني هي موضوع تقريبي شويه، كل موديل بيبدا يقرب الايه الموضوع في دماغه شويه. ال 91 دي فيها كام؟ 15. يقعد يفكر مع ايه؟ مع نفسه. ممكن طريقه ايه؟ ثانيه ان احنا لو انت عايز تقرب شويه ال 91 دي ممكن نخليها 90، وال 15 دي ممكن نخليها 20. يبقى لو انا قلت 90 ديفايدد باي 20 او مثلا 9 ديفايدد باي 2 ممكن يبقى فيها 4 اند هاف، ممكن نقول عليها 5. طب يلا احنا نعتبر ان هي ايه؟ نعتبر ان الانسر بتاعتنا 5، ونجرب نشوف ال 5 المالتيبلاي هتظهر كده. اقول 5 مالتيبلاي ايه؟ 15. 5 تايم 5 ايكوال 25، 5 انا كاري اب 2. 1 تايم 5
6 times 5 equal again 30. As you look at it, 3 on the 1 times 6 equals 6 equals 3. In my mind. But I'm in a 91. This sum also equals 12. But you are not 91. But none of this is. I have not on 91. So we multiply 15 and plus 75 for carrying up 3. 1 times 7 is 7. 7 plus 6 is 3. Mind.
الكوشنري في تريكه حلوه قوي. تعالوا ايه نشوفها مع بعض. هنبدا برضه بنفس الستبس. نكتب الستبس بتاعتي باي 5 ماينس داون ونبدا مع بعض. نحط العلامه في الفيجن 3 4 3 4 وهنا 17. يلا بقى نبدا الفاليو بتاعي 35 3 divided by 17. الانسر طبعا 0 لان 3 less than 17. طيب ناخد تو فيجن مع بعض. اول 35 divided by 17. ازاي 35 تعمل لها divided by 17؟ يلا نعمل كلمه 17 على جنب. اقول 17 divided multiply 1 equals 17. 17 multiply 2. 2 times 7 equals 14. 4 and carry up 1. 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3. خلاص هنا 34. خلاص 34 اللي هو 2 multiply 17 equals 34. فانا لو قلت 34 divided 17 اقول كل الانسر 2 احطها. بعد الموبايل نعمل ايه؟ نعمل تراي. يلا 2 times 17 equals 34. يلا عمل الماينس بتاعي 4 minus 4 0 3 minus 3 0. طب يا مستر بعد الماينس بنعمل ايه؟ نعمل داون. نعمل داون ل 3. حد هيقول لي اعمل داون ل 4؟ اقول لا احنا بنعمل داون لنمبر نمبر عشان ما نبصش لكل ستيب باي ستيب. عملت داون ل 3 بعد الداون بترجع تعمل ديفايد صح؟ يلا بقى اعمل ديفايد 3 ديفايد 17. ينفع؟ جامد. ليه؟ يعني 3 ليس 17 هي دي الفكره. الناس بتتلخبط 3 ديفايد 17 كانت مش هينفع. لازم تحط زيرو. لازم تحط زيرو. لو ما حطيتش زيرو ده الناس هتبقى غلط. هي دي التركه في الموني ديفيشن الناس بتتلخبط فيها كتير قوي. انا عملت 3 ديفايد باي 17 الناس بتبقى ايكوال ايه؟ زيرو. لان 3 ديفايد 17 كانت بي. كانت ايه؟ كانت بي. هنعمل داون للايه؟ للفوق. هنقول 34 ديفايد 17. نرجع بعد داون خلاص ما انا وزيرو. الرقم نازل الفور عشان تساعد السيريو تبقى قويه شويه وتقدر تعمل كونفيجن. 34 ديفايد 17. 34 ديفايد 17 هنبدا ندور عليها هي ايكوال كام؟ 2 برضه. فهنحط 2 اب. 2 مرتبطه 17 الانسر ايكوال 34. وبعد كده بنعمل ماينس ونقول 4 ماينس 4 0. 3 minus 3 equal 0. كده يبقى احنا شرحنا 2 questions في long division. واتمنى ان يكون وصلت حاجه مهمه حاجه مفيده في الاسم الدول. وعدد جديد وفيديو جديد.